عندهم كتاب اسمه الختمية بيبيعوه هنا في المحل بتاعهم المسجد حقهم ده. قال ومن لم يصوت، شوف الكلام ده كيف، شوف الديمقراطية دي كيف، قال ومن لم يصوت للحزب الاتحاد الديمقراطي فإنه يخشى عليه من سوء الخاتمة. يا نازي دي أحزاب فاشلة، أحزاب فاشلة وأحزاب عاطلة وقاعدة ساكت من زمان. أنا ذاته ما أعرف جو اشتغلوا ليه. يقول لك بكرة التجمع جاي يملى البلد فتة، بلدا بلا كيزان، وطنا هو السودان، بلدا سلام وأمان. وينو انتو وينو فتتكم ذاته؟ أحزاب منتهية ما عندها فكر ولا عندها منهج، كل أحزاب بتاع الضلال. والله تورطك صحيح بإيجابي تلقى في الإخوة العرب، والحمد لله ديل يمكن يكون تقريبا انتهوا من الجامعات السودانية، ناصريان وبعثيين، نحن عرب وما عرب، وانتم ما عرب ونحن عرب وكده، وآمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، وبيجاي كان وشل تابعين لجمال عبد الناصر، وكله كلام فارغ ساكت. احنا البلد دي غير العنصريات دي المزغة شنو؟ نحن عرب وديلك زرقة، وين العرب؟ العرب ما هي آلية تحديد انه فلان عربي من ما عربي؟ عندكم عربوميتر؟ ها عندكم جهاز بتاع فحص بيعرفوها كيف؟ احنا في السودان هنا يا اخي، السودان لو سالت ناس اداب بيقول لك اسم انتهى او صفه انتهت بالف ونون تدل على امتلاء الموصوف بالصفه. سودان معناها ملانين شنو؟ سواد، مش زي ظمآن معناها شنو؟ انا عطشان شديد، وزي ريان معناها مرتوي، وهكذا. فده كلام فارغ ساكت، زرقة وما زرقة، نحن مسلمين بس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ده كل أصلنا كلنا كبني آدم، وجعلناكم شعوبا وقبائل، مش لتفاخروا، لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فده أخواننا اللي بيجمع الناس، عشان كده نحن دارين نرجع الناس ونذكرهم بالله سبحانه وتعالى. بيجاي بتلقى جبهجية، أرقع جبتي أو لا أرقعها، أطرزها بالله لوبي، إن نمنا تورونا عشان نقوم نصلي، الدوشكة تزعمل لي، وإنت وقت ما قادر تصلي بماسك الدوشكة مالك؟ وقت ما قادر تصلي، هوس ساكت، هوس، ويجوك الولادات اليتامى بتاعنا الترابي ديل، ثلاثة أنفار، شيخ أمات، دارين يجي، دارين تجديد، يا ود الحلال أنت من 89 ليلة ما جددت حاجة، حاجة واحدة ما جددتها. كلام فارغ ومحفوظ وإنكار لأمور واضحة وظاهرة في الإسلام، وكله كلام باطل وشبهات فارغة. ولو سألت عن الشبهة ذاته ما بكون حافظة كويس، فهمت؟ فدي الأحزاب الموجودة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس كلهم يرجعوا ويتوبوا إلى الله، وأنه إذا ظهر الفقر وظهرت الفتن والمصائب والقتل ومحق البركات وجور السلطان وشدة المؤونة، الواجب على العباد انهم يرجعوا لربنا. ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره الانعام: ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. يبالغوا في الاستكانه والدعاء لله سبحانه وتعالى في ان يرفع عنهم ما وقعوا فيه من هذه الشدائد لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. بدل ما يقول يا أخواننا الموضوع ده بذنوبنا، ربنا سبحانه وتعالى قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وربنا قال بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بدل ما الإنسان يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى تلقاهم ثلاثة عطالة لامين عاملين لهم ركن. والله طبعا بما إنه انبسغت ثم تبلورت في ظل الريال والدولار الطائر، ثم انمحقت في عنق الزجاجة، وإننا لن نستطيع أن نخرج إلا بالمظاهرات. والآن الحمد لله بقى ما في الجماعة اللي بيقولوا مظاهرات حلال ديل، بقى ما في واحد ذاته بحصل الشدرات ديل، ما في. زمان كان العلمانيين ديل زمان 2006 نحن في السنة كنا بنجي الجامعات كويس، كان بيجوا يمرقوا هناك يقيفوا 11 دقيقة، لأنه العربية بتاعت الطارة بتصل في 11 دقيقة، وهم العشرة دقائق دي بيستغلوها في شنو؟ في حاجة اسمها تأمين كادر، بيجروا بيزوغوا، فهمت؟ يقول لك والنضال ولابد
والواحد تلقاه قاطع نص يا ابو الزنان ونفتكر وانه البلد وانبسغت 10 دقائق، بعد 10 دقائق يزوغ ويجوا الجامعة، تجي العربية بتلقى مناضل واحد ما في نضال، اسي كلهم بقى نضالهم عايلهم قاعدين وين؟ احنا ذاته قريبين للشارع اقرب منه كويس، عايلهم قاعدين وين؟ هناك ما عندهم موضوع يا ناس، ما عندهم منهج. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى امر العباد انه لما تنزل عليهم هذه الامور انما هي ابتلاء من الله، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. العلماء قالوا اخذناهم بالسنين يعني بالجوع ونقص من الثمرات، حتى قال بعض المفسرين كانت النخلة تثمر تمرة واحدة في السنة في الموسم، قال لعلهم يذكرون، قال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى قال فأرسلنا عليهم الجرادة والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فلما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا مجرمين. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. الكلام ده ذكر القرآن وهو صالح لكل زمان ومكان شان العباد يتوبوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. الكلام ده نحن محتاج له في الجامعة، ناس يقول لك كلام زي ده نحن ما محتاج له، كيف محتاج له؟ أنا محتاج له إذا كان عندي أحزاب بيغرسوا في الناس إنه الله ما في، إذا كان في أحزاب بيغرسوا في الناس إنه أنت تسوي الدائر وده حرية شخصية ما في زول يسألك، بيغرسوا في الناس إنه تتكلم في الدين وتطعن في الدين ده ما فيه إشكال، دي حرية فكرية كويس. إذا كان في طرق صوفية جوا الجامعة، وإذا كان طبقات وضيف الله أظن الليلة بقروا هنا في الجامعة دي صح ولا ما صح؟ في الاقتصاد صح؟ وآداب الليلة بقروا الناس طبقات وضيف الله. الشيخ طار درجات الأولياء على 3 ده بتمتحن فوقه أنت، إذا ما جبت إيه دي مشكلة كبيرة، تشيل المادة تكون شايل لك صوفية معك كويس. قال درجات الأولياء 3 صغرى وكبرى ووسطى، فالصغرى أن يطيروا في الهواء. تخيل أنت في جامعة الخرطوم حل العلم وجميلة ومستحيلة ومن زمان يا الله ولدي تدخل جامعة الخرطوم تجي تلقى كلام زي ده إنه درجات الأولياء 3 الولي البرلوم بيطير في الهواء ويمشي على ظهر الماء. قال والدرجة الثانية هي درجة إنه ينطق بالمغيبات، والدرجة الثالثة هي الدرجة الكونية إذا قال للشيء كن فيكون، كن فيكون ده بقروا في الجامعة دي، بقروا كلام ذاته. أنا لو قلت لك والله الشجر ذاته يجري خليك من البنات، والله كلام من الصرة اللي تحت، والله في كتب الصوفية دي في كلام ما أنا ما بقوله لك، لكن تفتح الكتاب ده لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبة، ده في الكتاب ده كلام شيء مرة واحد. عندهم الصوفية بيخلقوا مع الله سبحانه وتعالى، حسن وتحسونة ماسك الكون، حسن وتحسونة جابوا له جدادة كان ضيف على ناس وذاته كذب في فيلم هندي ما بتلقاه، قال جابوا له جدادة ما عجبته قال لها قومي، الجدادة لبست ريشة وفاتت، طبعا ده عادي عند الصوفية عادي جدا. وذاك قال له يا أخي مرتي عندي خادم شردت أسأل الله أن يردها لي، قال له جيب برمة مريسة وبصلتين وديكا خصية، طبعا أنا ما بفسر وإنت ما تقصر فهمته. فقام جاب له وقال فصف المريسة فشربها هو وضناقلته، الاعتذار للضناقلة ده والضيف الله، والكتاب النبذ فوق الضناقلة ده شالوا منه هنا دكتورة من جامعة الخرطوم بعد ما قدم لهم الكتاب أدو دكتورة من جامعتكم دي ذات كويس. قال فصف المريسة فشربها هو وضناقلته ثم قال له شيل الشجر وقول ألف باتاسا فهمت؟ طبعا انت صوفي تؤمن في ديك خصي وفي فار أطرش وفي ضبع أقوالدين وفي قعونج عزبة تؤمن بأي حاجة أوس، ده منهج صوفي. الصوفية قالوا
ماسكين الكون حسن وأحمد أحمد الطيب البشير. والكتاب ده طبعته وزارة الإرشاد والأوقاف والمجلس القومي للذكر والذاكرين، الصفحة 114 113 114 ده بينشروا الجبهجية كيزان في البلد دي. في كوز عنده راي تقدر تخش هنا، لو خشيت بيحلقوا لك صلع أنا مذاكر، أوعك تخش، استخدم الساتر. طيب فده قال، ده قال إنه الأولياء الله الكم الأربعة ثمانية، أربعة باليمن وأربعة بالسودان. قال فكف عن ذكر الذين باليمن، قال وأما الذين بالسودان فمنهم الشيخ ضفع الله المصوبا، تما سمعت المدحة، ضفع الله المصوبا الشريف نسبه جر الشمس، ودي جابها في قناة النيل الأزرق. قال جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، تقدر تجر شمس بطاح في الحرة دي بتقدر تجره؟ وبعدين الشمس ربنا أسند لها الفعل، ربنا قال والشمس شنو تجري لمستقر الله. قال جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، والتمساح حجر في شانجلوك قلبه، رسل الحوار بتاعه عشان يصلي العصر يجيب له موية، التمساح أكل الحوار، قام لغاية ما الشمس دارة تقع الحوار ماجة، ما لكم في شنو؟ قالوا لو جلوك أكلوا التمساح أرحكاكم البحر. All the people go to the river، ها مشوا للبحر، and the sheikh calling the crocodiles، ها قال لهم امرقوا برا، التماسيح مرقوا، قال لهم وين التمساح اللي اكل جلوك ده؟ قال له انا، قال له امرقوا، ما بمرق امرق ما بمرق، في النهايه مرقوا. قال بعد ذاك ضرب التمساح حجر وجر الشمس، صلى العصر ثاني رجعها لوقت المغرب. طيب سؤال فقهي للصوفيه، الناس صلوا قبل يعملوا شنو؟ سؤال. والناس الفطور مقرب، يمكن يكون صايم الاثنين والخميس السوتوت، عنده قضى قديم، اعمل شنو؟ ياخذ لعب بالدين يا اخي. والكلام ده ابليس لو لاقى فوق البرع والصوفيه والله يديهم شلوت، والله الذي لا اله غيره. الكلام ده لا بدخل، ده ما بدخلك في الاسلام، هو مهم تؤمن به، لكن ده ما بدخلك في الاسلام، لانه دي ما كان يا اخواننا مشكله في يوم من الايام بين الرسل واقوامه. قال واما احمد الطيب البشير، ده المدفون في ممرح هناك، مجدوع ناس رمم بيخافوا منهم الناس، رمم رميم، احمد طيب وعبد المحمود نور الدايم والجيلي خليفته مات، وازرق طيبه وتور عفينه وادعويس القلب الغنمايه تيس، وما اعرف ليك عبد العاطي القلب الذكوره ناتي، وكذب وشرك بالله سبحانه وتعالى. قاعدين هنا ضر بس مضره، فهمت؟ وده المفروض تتكلم فوقه. يعني الليله لو جيت لاضطهاد المراه، الصوفيه قاعدين يضطهدوا المراه، قال له سلم يا ولد البرع القلب البيت شنو ولد، قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد. الشيخ واحد مشى له وقال له ابويا الشيخ دار لي ولد، قام قال له جيب عندك بنات؟ لانه ولد والمراه تحمل والأربعين والولد يكبر ويخش الروضه ويتعلم، ده موضوع طويل. قال له جيب واحده عندك بنات، هاي سبعه، جيب واحده بعد صلاه الصبح. قال فمر الشيخ يده عليها، طبعا ده عادي عند الصوفيه، انت ما تتكلم، انت قلبك عفن وقلبك شين وكعب، اما الشيخ قلبه نظيف وابيض وصافي ونقي. الشيخ يبش، قال لك من هنا لغايه تحت كده كلها كده، قال قلبها ليه ولد، قال بينا ليه يا صوفيه؟ ده ما اضطهاد للمراه؟ اين جمعيه حقوق المراه؟ وين الشيوعين؟ ناس مره ولا دستت رجال، وينهم؟ والله قلنا لهم الله من نوعيتكم دي، كروسه ما تتم، ما تتم راجي، كروسه من الشيوعيين ما يتم راجي، فهمت؟ ولا عندكم، هل عندكم للذكر مثل حظ الانثيين؟ ما ناس بيقول لك انا والمراه واحد، خلاص تعال يا سوسو، تعال يا سوسو خش ناقشنا في الموضوع ده، فهمت؟ رايكم شنو في الكلام ده؟ احمد الطيب ود البشير قال ربنا ملك الكون 33 سنه فما نقص منه جناح بعوضه. شوف الزول ده كيف. ولو سألت أبو جهل عن الكلام ده، ربنا قال عنهم في سورة المؤمنون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون لله. أبو جهل وأبو لهب بيقول لك هذه الأمور هي خاصة بالله سبحانه وتعالى. يجوك صوفية وعطالة، وإنت لو فتحت الكتاب ده والله تلقى فيه بلاوي يا أخي، بتلقى شيخ بيتكلم مع الطير، والله في الكتاب ده شيخ اسمه موسى ابن يعقوب الفضلي قال قاعد والمشاط يمشط رأسه، طبعا باعتبار انه الكتاب ده يمثل الثقافة السودانية ونحن ما بنتشرف به نهائي.
قال ذات مرة والمشاط يمشط رأسه جاءت طيرة بقوة البيت فسكسكت للشيخ فسكسك الشيخ لها، طبعا ده أمر ما طبيعي. قال ثم طارت ثم جاءت طيرة أخرى فسكسكت فسكسك الشيخ لها، فقال له المشاط سألتك بالله الذي لا إله إلا هو، الطيرة إن قالت لك وإنت إن قلت لها. طبعا المكنة اللي بيركبوها زي ما بيقولوا الشباب والشريحة اللي بيركبوها فيك الصوفية إنه الشيخ ده أي حاجة بيعملها. فده لما ركبت فوق الشريحة دي قام قال له الطيرة دي الشيخ قالت لك شنو وإنت قلت لها شنو؟ قال امرأة مع زوجها وفقت بينهما. والدبرة كان دار يطلق عشوشة لكن الشيخ قال له عشان أنا رجع، فهمت؟ هوس يا ناس هوس. والله دين التصوف ده عبارة عن إهانة للإسلام، إهانة بس للدين بس. ما ممكن يا زول يشرب مويته، يتخيل يا أخي؟ من ناحية فقهية وشرعية الإنسان يا أخواننا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لما يتوضأ بتخرج الخطايا مع كل عضو. إنت لما تشرب مويت الشيخ بتشرب في شنو؟ تشرب في خطايا، وخطايا الشيخ أكبر من حقتك. إنت مش شربت البنجويا برضو ما زي حقة الشيخ، البنجويا كبيرة من الكبائر وحرام لكن ما زي حقة الشيخ، لأنه الشيخ ده طاغوت مش مشرك، ده داعية للشرك ذاته. ها وناس يشربوا في الشيخ زول 70 سنة ما يستحمى، عفن صوفي تلقاه عفن يقول لك ده نبي الله الخضر. والله ده ما ينفع خضر بشير، خليك نبي الله الخضر، فهمت؟ زول عفن يقول لك ده نبي وده ولي وهوس. ده الدين في السودان؟ ده ما الدين. وده اللي بيقدموه لنا في الإعلام إنه ده الدين، ده ما الدين أصلا. وده السبب انت قال الناس بيجوك هنا في الجامعات يقول لك ما دايرين دين ليه؟ يقول لك شايف انت لو داير دين اشيل لك جبه وامشي اقعد هناك وامسك لك اوراد يا دايم، يدوك سبحه زي الجنزير بتاع الموتر 12 متر ور تلقاه قاعد يجر عليه هناك ويجر فيها يشغلك. هل الاسلام يا اخواننا قال الزول يعتزل الحياه؟ الزول ما يتعلم؟ الزول ما يبقى نظيف؟ هل الاسلام قال لك تقعد وتترك معايشك؟ ربنا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تعمل في الدنيا دي وتأخذ بالأسباب التي تبقيك أنت على الحياة الدنيا والتي ترفع بها الدين وتنشر بها الإسلام، فهمت؟ الإسلام ما قال لك أبقى متخلف، ولا قال لك أمشي أخدم لك شيخ وأقعد معه وكن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. لو في ميت قدامك كنت بتغسل فوقه، قلبته، جردته من ثيابه، كويس؟ عملت له أي حاجة ما بيقدر، ما بيرفع أصبعه ذاته، ما بيقدر يتحرك، ما بيغالتك، ما بيقاومك. قالوا تكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، وبيختبروك بالحاجات الزي دي، بيختبروك، عرفتها؟ وقالوا لا يكون المريد مريدا حتى يجلس مع أم الفقرة، دي مرت الشيخ بتاعت الكاشير طبعا، فهمتها؟ قال ولا يحس بشيء، تقعد معاه وتشوفه زي اختك، الا انت تكون طافي لمبه بتاعت بنزين، فهمتها؟ تكون الحساسات بتاعتك ما شغاله، حتى بعد ذاك تشوفه زي اختك عادي. يا زول انت راجل الله يهديك، هوس. ده القاعد هنا، ده القاعد. تلقى احزاب زي حزب الامه بتاع الصادق المهدي، احزاب بيطعنوا في الدين. انا عندي له جريده بيتكلم عن المراه وبيتكلم عن حقوق المرأة وبيتكلم عن المواريث، عرفتها؟ وبيتكلم عن الشريعة، دي جريدة آخر لحظة. طبعا نحن من زمان متعودين انه الكلام بنجيبه بالوثائق، وما في ذاته تنظيم قدر انه نجيب له وثيقة. والله التنظيمات دي انتهت كلها انتهت، حتى الجبهجية بيجوا يجندوا بالحفلات. زمان في جامعة السودان كان عندهم انتخابات، بدل ما يتكلموا كانوا شغالين بالحفلات، حفلة بيجاي الكيزان يلقوا فنانهم تعبان يمشي يحطوها مع العلمانين، العلمانين يلقوا فنانهم تعبان يحطوها مع الكيزان، لغايه ما واحد كوز مسك المايك قال لهم دارين تجارونا في الغنى لناتينكم بفنان لا قبل لكم به وحماده بيت. والله الكلام ده في جامعه السودان هنا. هو الساكت جاء العلمانين الشيوعيين في الجامعه دينا، واحد اسمه وائل طه ما بعرفه تخرج ولا قاعد، ثاني علوم يتخرج وائل طه، ده عمل له معرض تاع مريسه، معرض بتاع مريسة 2006 الكلام ده، عرفتها؟ وأغرب معرض قالوا ده معرض بتاع الثقافات السودانية، الثقافات السودانية لا لقوا فيها الحشمة، لا لقوا فيها الحياء، لا لقوا فيها الرجولة، لا لقوا فيها ركوب الخيل، لا لقوا فوق صيد الفيلة. ده كان دي العادات السودانية القوية، لقوا في العادات السودانية المريسة دي، المريسة بتاعت الشمالية بتاعت البلح، ودي بتاعت الغرب بتاعت الدخن،
ودي بتاعت الوسط بتاعت العيش تجي خاشي وتهبش. والله دي طبعا دي داري لا تاني يومين وتاني تجي تهبش بيجاي ده لسه داري صفوه. الزول يمرق زي مكانة الشعرية تقول خشلة في مكانة الشعرية لغاية ما واحد شيوعي هنا في قدام هناك قدام البوابة دي عمل له عملية وسخة جدا زي ما قال المثل السوداني السكران في ذمة منه في ذمة الواعي رفعوه في تاكسي وفاتوا به هوس عمل له عملية زي ما بقولوا شيء عملية أحيائية هنا فهمت؟ فهوس هوس قاعد هنا ده الصادق المهدي. طبعا ده إنسان بيحب النظمي ومن زمان لما كان ماسك البلد دي تلقاه المذيع لو بيسوق جابوه بيسوق هو بيكون بيتكلم قدام. وإن الوحدة الوطنية تحتاج إلى وجود كيانات متكيفة مع الإطار الكيفي أو كيفية واضحة التكيف والسندكالية فهمت؟ وإن الأصل كانكفاء والشنو كده كاستلاب والسغافة كاستلاب والتأصيل الصحوي والتحديث المؤصل. زول عنده زي ما قالوا الجماعة عنده إسهال فكري هوس بس بتاع مصطلحات وأنبسط وأطير ما عندك موضوع يا ما عندك موضوع بيطعنوا في الدين وفي القرآن. وهو لما مسك البلد دي صادق المهدي السودانيين قال مرقوا برا يقولوا لا بنزين ولا زهرة يا الصادق يا ابن خرة ما قلنا ونحن عشان ما تقولوا شتمناهم لا بنزين لا موية يا الصادق يا ككويا قالوا الشعب السوداني أزال الناس الكبار فهمت؟ ما عملوا حاجة بس نظمي بس. هنا بيطعن في الدين جريدة آخر لحظة الخميس 26 فبراير 2009 الموافق 2 ربيع الأول 1430 السنة الثالثة العدد 919 فهمت؟ جاهزين معاك تمشي محكمة بنخش معاك تمشي البحر بنخش معاك ها لو عندك شيخ بيسكسك برضو بنخش معه. طيب قال النقاب يهين كرامة المرأة ولابد من إلغاء قانون الأحوال الشخصية. طبعا دي مزالتين النقاب ده أخواننا وأول أولا حاجة ده عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفنانين ذاته. هسي عليك الله كده قبل نجي للأدلة الفنانين ال بيتغزلوا في ال في ال في النساء دي. حصل واحد اتغزل في كرعين المرأة إنه أظافرين مشققات وكراعة من المشي الكثير لابسة هنا كده ما بتلقى كلامه كله وين؟ كله في الوش ضيناتك وكريعاتك وكده صح ولا ما صح؟ فهمت؟ ومما شفتك قلبي فرفر وحس قلبي بالسعادة ده مش هو موضوعه؟ طيب يا أخواننا الإسلام تخيل شوف الإسلام في صورة النور الناس اللي في الجامعة ديل كلهم قروا ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يضربن صح؟ بأرجلهن ليعلم ما يخفين شنو من زينتهن. الإسلام يمنع المرأة إذا كان عندها زينة في الكراع إنه ما تضربها عشان ما يحرك الرجال. يا سلام يا بعدين شوف شوف الإسلام ده بيحترم مشاعر الرجال. شفت أنت لما تبقى راجل الإسلام بيقعدك في محلك التمام بيغيمك لأنه الراجل الجد المالي مركزه الشغل ده بأسير فوقه شغل بأسير فوقه فهمت؟ لأنه زور راجل وربنا خلقك كده. انت قال الموضوع ده عيب ده ما موضوع عيب يا اخوان ربنا خلقك كده خلق الراجل كده وخلق المرأة كده وربنا الخلقهم الخلق الراجل والمرأة قال المرأة تمشي بعيد والراجل مش بعيد فهمت؟ ديل دارين يضموا الناس سوا يضموا الناس سوا. زمان كان بيقولوا نحن لما نمسك اتحاد جامعة الخرطوم استهزأوا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلى رجل بامرأة إلا كان شنو شيطان ثالثهما. قال احنا بنعمل بنش لثلاثة للشيطان وللولد والبنت استهزاء بالدين فهمت؟ فربنا سبحانه وتعالى حافظ على الرجل وحافظ على المرأة. ودائما يا أخواننا الإنسان لما يمشي على الدين بيكون فطرته سليمة ودينه صحيح وبيكون مشاعره وعواطفه و و و و و واتجاهاته وتفكيره كله شغل سليم ماشي صح. ليه؟ لأنه إنسان على الفطرة إنسان على الفطرة. يا أخي ربنا الخلق المرأة والراجل قال ما يقعدوا جنب بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الليلة تعال شوف في كثير من الجامعات المختلطة شوف النسب بتاعت التحصيل والمعدلات والشغل بتاع القراية ومشوف الخريجين اللي بيمرقوا خاصة الجماعة بتاع تصوير الشيتات تلقاه الجامعة كلها ها الجامعة مما يجي من الصباح معاه واحدة يمشي يلفه ومع زحمة المواصلات دي ظريفة معهم تلقاهم يكوشوا زي ما قالت فطومة أحمد إبراهيم أرجى الراجل في الحزب الشيوعي قالت أنا أحيي طالبة الجامعة التي تمسح على حذائها لا لأناقتها ولكن لكثرة مشاويرها مرة زي الركشة فهمت؟ قالت دي زولتها ذاتها تلقاهم لافين والله في السخانة دي خالطين يا أخواننا دي حب شنو دي يا أخ
ده حب شنو؟ من الجامعة هنا ليه الكلاك لك الداري؟ ها؟ وتلقاهم ليه وين؟ ماشيين كالداري ويقطعوا الكبري. قلت اخواننا اللي قاعدين يقطعوا الكبري ديل صينيين ولا شنو؟ انا قاعد اتكلم برا السودان، الناس دي ما لها مستغربة، الكلام ده حاصل ولا ما حاصل؟ ها؟ تلقاهم قاعدين بيجاي وماشيين بيجاي شارع النيل ولافين بوين؟ يا ناس ما تقعدوا تقروا، اهجسوا في الواطة دي؟ اقعدوا اقروا الناس المجتمع ده الراجل الأمة دي تمشي لقدام كيف؟ قراية ساي بتاع الدنيا دي، الناس دي ما تقرا. الشغلة دي بعد شوية لما تجي الامتحانات تلقى الناس يا زول اسمع وفلان وينو اول الدفعة وصور لي الشيتات والبتاع وفاتتنا وهو نعوض كيف؟ وخاصة الناس اللي عندهم لابات، فهمت؟ هوس ده ضياع. عشان كده الإسلام ده حفظ، داير تتزوج وداير تعرس دق الباب عدل. ودي نصيحة للبنات، والله ما تلعبوا بأعراضكم، والله ما تلعبوا بأعراضكم. و90% من الأولاد الخلاطين ديل ما بيتزوجوا منه، ما بيتزوج، يقول لك دي هذول بتمشي مع الرجال، أنا لو بعدين اتزوجنا وبقيت شغال ومدروش المرض دي أنا ما بأمنه. ها؟ وبعدين دي لو اتزوجها بيشوت فيه كولينز اللي بتتكلم بغادي ديك، والله ما تجيب لها كسرة زي الناس، بكرة التجمع جاي تلين فيك الحلة كلها يا ناس. ودي طبعا بتكون خشة الجامعة برلومة يدها صغيرة، لكن بعامل التمدد والصفقة بتكون يدها بقى زي القراصة دي، لو ادتك كف ذات ممكن تنسيك اسمك، فدي ما ممكن الزول يتزوجها. ها يا اخ بنات، تخيل في الجامعة دي وحياة الشعب السوداني قدام المدفع تلقاني حكاية القردة شالت نبقوا خلت نبقوا، انا البحر الكبير انعبروني وانا الشوك الكتر يا بنت الناس، الشوك الكتر شنو؟ ها شوك كتر بتاع شنو؟ هوس. عشان كده وهوي والله الجامعات دي غاية البلد دي لو مسكناها نحن والله نجيها لك جيها. جامعة الخرطوم أولاد نخليها لك هناك في صوبة محل مختبرات، وبناتنا بقيها بيجاي، الكبري البيجاي ده بينبقي، المكنمر بقيه بنات وبيجاي ده أولاد. والله شفت الكديس جوا الجامعة تلقاه عزابي، ما بتلقى لك شغل، الخالط ده كله يقف. الناس دي تقرا يا أخ، تقرا يا أخ، أنا أقرو يا أخ، فضحتونا يا ناس، الناس دي فضحتنا عديل يا أخ. شوف التعليم في السودان شوف يتردى كيف، تلقى واحد وثورة التعليم العالي هي التي أدت إلى هروب الأستاذ الجامعي، وبالتالي انبثقت شنو؟ المكتبة فيها منو بيقرأ؟ فيها منو المكتبة؟ أسأل أي زول في تخصصه تلقى الرفوف تحت الكتب تلقى ملانة غبار. المراجع أسي أي واحد من ذل أمشي هندسة طيب أي حاجة تلقى المحل بتاعت القراية الفيها اللي بيقول لك فيها الزيت مش، الشباب بيقولوا فيها الزيت مش، تلقاه مقطعة صح ولا ما صح؟ ليه؟ لأنه ده ما بيقرأ، ده معديها كله أنت وأنا من حقنا نفرح نطير زي الفراش، تلقانا صاقعة خمنا لا أنت يلقوك لنا. لما تجي الامتحانات بيشرط لك المحلة دي، لما يجوا تاني برالمة السنة الجاية بيلقوا المحلة دي ما في، يقروا من وين؟ يا ناس ده هوس ساكت، هوس، الزول ما يضيع روح وما تغوش روحك شغل بتاع حب كانات وكذا وهنا، أمشي اتزوج يا أخي، أصبر، خليك حافظ مشاعرك وحافظ روحك وحافظ على نفسك. والشغلة دي بقت فيها فتن وبلاوي وفيها ايدز وفيها شبكات بتاع الدعارة ونقل للأمراض السامة للشباب وكده، فانت خليك بعيد. قالوا لك متخلف، اي متخلف لكن لا عندي ايدز لا زهري لا سيلان ولا اي حاجة، انت زول معقد. والله انا معقد ومتخلف ومتزمت وانكفاي ومتحجر واي حاجة، لكن انا زول سليم عقليا، سليم عاطفيا، سليم اي حاجة. بعد ما امشي اتخرج هناك بس امشي اتزوج، لكن ده تلقى غش له واحده في الجامعه لما يمشي لاهله هناك متعرس له بتعمه، ها، ويكتب لها لن ننسى تلك الايام التي قضيناها في شارع النيل وعملنا دكوه كثيره في امتى والى اخر، ولكن تلك الامه الانكفائيه ذات التفكير والاحادي التي لا تعرف لي للمشاعر مكانا، ثم انبثقت وبالتالي عرست لي بتعمه ذا قدح كفرن سيستم، فهمت؟ ديك طوالي تكتب لي بتاع غودين للنور ديك المعذبة ألف نون، ها أنت نمرة بتاعت عربية، فهمتها؟ ولن ننسى تلك الأيام وبتاع، وأمه كانت منبسغة وكده، وفي النهاية عرست له بتعمه بنتي وهب غودون إلى النور، ديك بدل تغود إلى النور تغود إلى الظلام، تقول لها هذه التجربة الأولى وعليك بالتجربة الثانية. دي مش أوحى على الجامعات اللي بيكتبوه في الجرائد ده جابوه من وين؟ ولذلك يا أخواننا والله الشباب ما يضيع روح عمره يا أخواننا، الطريق الصح والزول الماشي صح ما يتأخر لا في دينه، لا يتأخر في دنياه، لا يتأخر في دنيا، لا يتأخر في زواج، لا يتأخر في كسب مال، لا يتأخر على رغباته سواء كان
رغبات روحية، رغبات عاطفية غيرها. الإنسان يا أخواننا ما يضيع روح، والله بتضيع روحك ساكت، فهمت؟ بعدين الشغلة دي فيها ساعات قشرة، وقدر ظروفك وبتضيع روحك ساكت. خليك زول محافظ على مكانتك وكده، وحافظ على روحك، فهمت؟ واستقم على أمر الله سبحانه وتعالى، وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وده اللي بيرفع عننا. الناس كل يوم كل يوم متردية، كل يوم بيجوا يحصلوا مراحل في الفساد، انت ذاتك بتتحير. حسي انا متاكد في كثير من الشباب اللي بيسمعوا كلامي ده يقولوا لي والله انتوا بعيدين يا اخي، يا اخي انتوا بعيدين. الناس حصلت مراحل، ويكون في اي واحد في راسه في قصص وفي مآسي في راسه، كويس؟ لكن اقول لك يا اخي الموضوع ده كده ما بريحنا، ما بريحك والله. تعصي الله اصله ما ترتاح، اصله ما ترتاح، قدر ما تخالف كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أص يوم من الأيام ما بترتاح. ولذلك لا نحن بندعو له جميع الشباب، إن أخواننا الأمة منتظرانا، ها نحن بيجوا بقت الأمم كلها تلعب بينا، وبقينا عبارة عن ألعوبة. الشباب الخلاص كويس مسغفاتي وكده، وعارف الدين تلقاه مباري في عمرو خالد، ذاك اللي بيلم الحناكيش ديلك يقول لهم ابليس ما كفرش، فهمت؟ ما كفرش شنو؟ كفرش عادي لزول، كويس؟ او تلقاهم زي ما قالوا مبارين عمرو دياب، فهمت؟ وتاري ديل هم ديلك بتاعنا السياسه، ذاك واحد تلقاه شغال كده انا ما بعرفه ده شغال شنو ده، كويس؟ هو الساكت. ولذلك يا اخواننا الانسان يرجع للدين، تتوب لربنا سبحانه وتعالى، تتعلم امر دينك. يا اخواننا من المآسي تلقى شاب ما عارف ذاته صلاته كيف، زول في الجامعه تلقاه ما عارف يصلي كيف، لكن تلقاه يعرف عن الكوره، تلقاه يعرف عن الغنى، تلقاه يعرف عن الحضارات الغربيه الفاشله، ها والفنانين الفاشلين، كويس؟ تلقاه يحاكيهم في طريقه لبسه وفي مشيه وفي كلامه، وده تكلموا عنه علماء الاسلام كما تكلم عن ذلك عبد الرحمن بن خلدون في كتاب المقدمه التي جعلها قواعد للتاريخ. قال: وتجد الامه المحتلة، قال تقلد الأمة التي احتلتها حتى في طريقة مشيها ولبسها وكلامها. واحد تدي والسنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه، ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. يضحك عليك، تدي والأحاديث في إعفاء اللحية وكده يضحك عليك، لكن لما اعمل البليد ذاك اسمه الفنانة بتاع جامايكا ذاك ولا شنو، تلقاه لابس شعر اسمه بوب ماري، تلقى يا زول الجماعه دين كويس، تلقاه يحاكيه. واحد تلقاه مربي لحيته زي الحوت، واحد تلقاه لابس هنا ثلاث اربع ذاك، تقول له يا سلام يا والله ما شاء الله، بقيت تطبق السنه وكذا، يقول لك يا عم كويس، انت ما عارف الحاصل ولا شنو، يقول لك الشغل ده ثلاث اربع، ده شغل بتاع جون سينا، فهمت؟ تلقاه مباري في ديلك، مباريهم ليه يا اخواننا؟ لانه بيشوف انه ده كده كده وصل قمه ما يمكن ان يصل ان تصل اليه الانسانيه. ونحن ده ما شلنا منهم الا الكناسه والوساخه بتاع الثقافات، عرفتها؟ اما انه الانسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، او تجي مسلمه تقتدي بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يطعنوا فيها العلمانيين. واحده لبست كويس بدل ما يشجعوها، يا اخي من باب الحريه دارت تلبس كده، يجي يتكلم عنها. هسي البيهين كرامه المراه انها تلبس تمام، ها و و و وتعفي كثير من الشباب من الذنوب والاثام ومن الحرقه. واحد تلقاه بيتلفت، شباب تلقاهم بيتلفت، يعاين ليديك ويعاين ليديك وقلبه تعبان، دي اخعفته من الموضوع ده ولبست تمام. احسن دي ولا الماشيه ساكت الما بتخاف من ربها سبحانه وتعالى؟ المبارية الفنانات الساقطات، أم التي تقتدي بفاطمة وبخديجة رضي الله عنهن أجمعين. ولذلك الشباب عندي أخواننا كسرة داخلية، مهزومين، إحنا عندنا هزيمة داخلية. الواحد من الدين تلقاه بلاوس، ولو صلى تلقاه من الشلة بتاعته ذاته يزوغ منهم، لو هو كويس تلقاه يزوغ منهم عشان يمشي يصلي. البيت عشان تلبس كويس لابد تحارب اهلها وتحارب صحباتها وتحارب وتحارب، ليه؟ لانه الناس ما بيخلوها،
فده يا اخواننا دي من المصائب ومن المشاكل.